الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس. أحوال الطقس ودرجات الحرارة وما يدور في هذه الكواليس مرة أخرى مع رجاء. شكراً مصطفى، شكراً أوى أدى. مشاهدينا، أخبار الطقس نتابعها في هذه النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وأيضا شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى: في القاهرة 33، الصغرى 21، الإسكندرية 28، 20، مطروح 26، 20، بورسعيد 27، 20، الإسماعيلية 34، 21. أما محافظة السويس العظمى فيها 33، الصغرى 22، العريج 29، 21، طابة 33، 23، شرم الشيخ 36، 26، أما الغردقة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 25. محافظة الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 26، أسوان 39، 27، الوادي الجديد 37، 26، شلاتين 36، 27، أما محافظة حلايفة العظمى فيها 33، الصغرى 28. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع